يعني هل يحق لواحد ان يتنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه؟ مثلا عنده واحد عنده مزرعه ما بيجوز. لا قلت لك انا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعه لاولادي، هاي مزرعه عنده مزرعتين اطفال، سجل واحده على اسم زوجته لزوجته. هون عندك صورتين، صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد. ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين. ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي وإلى آخره، وأخلاق حسنة معي وإلى آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها مليون دينار، ما حدا له اعتراض عليه لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين بتجي الآن المخالفة؟ بعطيها مليون وبحرم الورثة. عرفت كيف؟ أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. عرفت كيف؟ وعليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها ايش؟ دار، وبيحرم الآخرين. عرفت كيف؟ لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا. ويا رجل في عهد الرسول عليه السلام فيه شوية مي، اسمه بشير الأنصاري، له ولد الظاهر كيس اسمه نعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير: ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف يومئذ كان العبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله عليكم السلام، حتى تشهد رسول الله. احنا خلاص أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له: يا رسول الله، ابني هذا وهبته غلاما. قال: ألك أولاد؟ قال: نعم. قال: أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا أعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأن هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، لذلك أنا هذا بدي خصه. هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما،
نحن دون الأشقياء بدنا نسعدهم مو بدنا نزيدهم شقاوة على شقاوة ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هن غير شيء صدورهم عم تغلي لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وثقي ومش هامه شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بيخص هذا الولد الصالح دون آخرين معناه مثل اللي بيشعل الفتيلة بها البنزين. قد يكون هذا الشيء لزوجة أخرى ولها أولاد ويرثى الزوجة الأخرى لأولادها في يعني اختصار برضو اختلاف الورثة بين أولاد الزوجتين. أي نعم كمان يجب العدل بين الزوجات. شيخ الحميد من إنه كما تحبون أن يعدلوا بذلكم نفس الحديث يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن اللفظ مختلف ما أذكر الآن. أما المفهوم يعني إنه أشار الرسول عليه السلام إلى العدل في المال حتى يكون عدل في الحب. نعم.